السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير يستفسر عن فحص الحلال. هذا جهاز يبين حلالك هل هو مقرع ولا لا، لكن ما يبين إلا من بعد شهر، بعد القريع يبين بالجهاز. الحين حنا بنفحصهم بالجهاز ولا يبين إلا بعد القريع بشهر يبين لنا هل هي مقرعة. تطلع عندك أبو شيخ إبراهيم، معنا إبراهيم ما شاء الله اليوم هو اللي بيفحص لنا ومختص ما شاء الله بفحص الحلال، وهذا هو الجهاز. ورني هو الجهاز إبراهيم ما شاء الله، ويبين من شهر بعد اللقاح إن شاء الله، بعد شهر بعد شهر يبين الجهاز، ودون من الشهر ما يبين عندك. لا 25 يوم أحيانا يبين أحيانا لا، لكن بعد شهر أكيد يبين، لأنه يبين الجنين. سبحان الله ما يتكون الجنين إلا بعد شهر. ما شاء الله، شوف هذه ببشرنا. ها عطبور بشر أسهل اللقاح. الله بشرك بالخير، بخها يا حبيب. أيوة. اللي لاق حين نحط بعلامة، هذه نعزله الحالة، نعزله الحالة ونكرمه. لكن اللي ما لقحت لا ما نسثر لها، لكن عشان ما تسمن، لأنها تصير حايل. لا سمنت تروح لحم، ما منه فايدة. هذه فاضية ونضيف، هذه خلها نحط معها الفحل ونخليها. اللي فاضية نخليها مع الفحل ونعطيه مقوي لحنيان، نحط له بالماء. طبعا الطريقة هذه تختصر لك كثير من الأمور، من ضمنها الإعلاف. الإعلاف يختصر لك. ها بشر فاضية همنا بالله. طبعا جزناهن قبل فترة وزانن. أنا أخذت فكرة جز النجد من مشروع الخلدية، مريناهم لقيناهم جزين النجد كله، لكن زانت الغنم وزانت صحته يوم جزنا النجد. لكن أبو إبراهيم شلون تعرف للجهاز ذا؟ شوف هذا الحين فاضي. إيه هذا المبيض، شوفوا هذا المبيض. إيه لا جاء جنين نوريك إياه. لكن تعلمت على الجهاز وشلون؟ بكالوريوس. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك يا إبراهيم. والفحص يعلمك وش أنت عليه. يعني تخيل تكد لك على 500 راس بهن 30 ما تدوى القحن، بس يأكلن عليك ويخسرنك. هالثلاثين أو العشرين راس يأكلن عليك وهم وأنت ما استفدت منهن. الحين اللي عنده 1000 راس أو 800 راس تلقاه يقول يشوف الغنم تولد يقول كلها تولد، مو هو بدليل. لكن هالجهاز ذا ولا عزلت هالغنم تشوفوا شنت عليه. طبعا اللي ما تلقح تعزله الحالة، تحطه مع الفحل وتصبر عليه 3 شهور. بشر هذه لقاح، الله بشرك بالخير إبراهيم. اي والله فرحنا تكفى. ما شاء الله ما شاء الله، ما يوضح التصوير لانه لو هو ظلام شوي. لا شوفوا شوفوا هذا هو، هذا هو هذا الجنين. ايه سبحان الله، لا شهر وشوي ما شاء الله. يطلع بعد عندك هالعمر تقريبي، مو 100%. الله بالشك بالخير. طبعا هذه لقيناها لقاح، الحين نبخه ونعزله الحاله ونكرمه وندلعه عشان هالقحت. اللي تلقح ندلعه، واللي ما تلقح لا نقتصر عليها، لكن عشان ما تسمن، مو بنجوعه لا، ونهد عليها فحول ونعطيها مقوي عشان تحني تطلب الفحل. ما تلقح ابعه لحم، تروح لحم اللي حنا نصورهم بالسوق نقول حيل حيل، هذه تباع لحم، فك روحك منه. وشو تكد عالية تخسرك وهي ما ولدت ما انتجت عندك، السوق أولابة تروح لحم أزيان لك. الجاز يطلع لك شعرة زين وتستصح الغنم، لكن اللي بيبيع ما تصلح له، ما يصلح انه يجز. لكن مثلي انا ما نبايع انا اشياء هبيه للانتاج، جزيته هذا اللي خلانا نجزه، تطلع شعرة ثانية. بشر ما بشي. الحين شوفوا هذه لقينا شات، هذه له يمكن 3 سنين عندي ما تدولدت ابد. صبرنا عليها صبرنا عليها لان جرمه زين، الحين خلاص نبي نبيعه حايل بات للسوق ان شاء الله. هجي ما بشي فحصتها اكيد خلاص. بس بشر الله بشرك بالخير يا ابراهيم. حتى استاسع صدرك ان لقيت غنم كلها مضاري. طيعوا شوري أنصحكم بهالفحص بهالجهاز، يعلمكم شنت عليه.
كم لك وانت تفحص الحلال ابراهيم؟ خمس سنين. أربعة كيلو. تفحص الغنم بس؟ اي الغنم. بس الغنم. اي. ما شاء الله. واحيانا يصير عندك الف حل مو مشكله كذلك، يصير ما يقرع ولا يقرع شياه ويخلي شياه، هذه مشكله افحول. ما شاء الله، الله يبشرك بخير. الحين اللي مضرع نبخه، هذه نعزله الحاله ونكرمه. وش عشانه نكرمه؟ عشان تغذي عياله، تغذي الجنين اللي ببطنه، وتصير تاكل السمينه على طول تخلص منه خلاص. ما تلقى حذي، لا صارت سمينة وشلو تحت رياه وتبي لها موالات، وده للسوق تروح لحم، صح ولا لا يا إبراهيم؟ ها السمينة تروح لحم، لا تقعد تعلفه تكد عليها على غير فائدة، صارت ما أنتجت عندك، وده للسوق. والحين هل تشوفون الحين غالية على ست على سبع، خلاص خلي تروح، يعني تكد عليها سنة أو ست شهور ولا تدري هي لقحت ما لقحت، وهي سمينة. السمينة غالبا السمينة هذه ما تلقح. كذلك الجهاز مثل ما قلنا لك مختصر لك الكثير، يختصر للمربي كثير من الأمور، يدري وش هو عليه حلاله. يعني نفرض يا إبراهيم الحين لو عندي لي 500 رأس، أنت الحين تفحص للناس أصحاب الحلال، كثير تلقى فيه شيء ما لقح، كثير سمين فيه. نسبة كم بالمية يختلف من مربي لمربي؟ بعض ما شاء الله المربين يصل 10%، بعضهم لا يصل 50 الحيل 40-30 على حسب المربي، حسب اعلافه وفحوله. أيه. يختلف من بين مربي لمربي. في مربين ما شاء الله تبارك الله ناجحين، يعني يهتم بالتغذية ويهتم بالفحول. أيه. عشان كذا ما تصير عنده الحيل واجد، صح. أيه. كذلك الفحص وش يبين لنا يا إبراهيم؟ التهابات الرحم. إيه؟ وفيه مشاكل الرحم، فيها بعض الأحيان نحصل أجن ميت بالأرحام. إيه؟ هذه الحلال لازم تنظفه وتعالجه، لازم تنظف الرحم. إيه؟ تعطيه إبرة تنظيف رحم على حسب عادة، في لازم تنظيف رحم وفي برنامج له. إيه؟ لازم. وأحيانا يصير به أجن ميت لازم تعطيه فاتح رحم عشان تطرده. سبحان الله العظيم. بس هذا نقطتين يبين لي، ولا فيه ثانية؟ هو فاضي ونظيف. إيه؟ ولا مضرع ولا. إيه؟ فيه جنين ميت ولا التهاب رحم. سبحان الله، هذا أغلب شيء. أشوفك إبراهيم تحط هالعصار ذا، وش هذا؟ هذا جل. جل؟ إيه جل للجهاز. هذا للجهاز، هذا الجهاز موجات إكس. إيه؟ أشعة إكس. إيه؟ فهو يسوي هذا ينقل الموجات من الجهاز لجسم الحيوان. سبحان الله، الجل ذا. اي ناقل وسيط يصير. سبحان الله العظيم. الحين تفحص بس ببريده ولا تطلع يا ابراهيم؟ لا برا. تطلع برا. اي وكم تفحص الراس برا؟ اي على حسب العدد. يعني على حسب اللي عنده عدد الرؤوس. اي لا يعني ما اطلع لعدد معين. إيه؟ من 15 ريال، يعني اقل شيء 100 برا. هذا برا، لكن. إيه؟ ببريده من 10 ريال. إيه؟ الراس. اي 10 تاريل يبين لك وش حلالك عليه، يعني هل هو مضريع ولا مهم مضريع. الله يجزاك خير إبراهيم، بلشناك نبي نحط رقمك، الله يرزقك تستاهل. إبراهيم له 4 سنين بهالخبرة وما شاء الله عليه، تخصصه هذا دارس إنتاج حيوان. الله يوفقك إبراهيم، جزاك الله خير.